هل سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؟ نعم. أما اليهودي والنصراني فقد قال تعالى: من يكفر به من الأحزاب يكفر بالنبي ويكفر بالقرآن فالنار موعده. الذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار.